السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محل الأستاذ باسم عبد الباري للخطوط نقدم لكم هذه النبذة عن الخط العربي مع شرح عملي. أهلا وسهلا فيك. ولكم أجمل تحية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيك شيخ علي. احنا بنبلش في الخط الرقعي. الخط الرقعي اساسا بيمشي على زاويه 45، طبعا هاي البوصه وانواع الحبر كثير شايف على بتستخدم. الخط العربي ببلش مثلا الرقعه من نقطه، بنسويها نقطه بمسكه الكلم، بتيجي زاويه 45 من اي كلم تستخدمه. فبالنسبه للخط الرقعي بنبلش في الالف. الالف عباره عن حجم ميزانها 3 نقاط من الكلم اللي انت بتستخدمه او البوصه او كلم الماجيك او الريشه، بنزل في متلاقي حجمه 3 نقاط من الكلم اللي انت بتستخدمه. زاويه الكلم 45 درجتها، يعني الكلم بتستخدمه انت شايف علي، تلاحظ ان زوايا جميع هذا الخط بيمشي على زاويه 45 من الخط. حرف الالف بيبقى مايل من اليمين تقريبا 0.25 نقطة للاسفل من اليمين. حجمه 3 نقاط من الكلم، شايف هاي كمان مره الالف حجم 3 نقاط من البوص، مايل من الأسفل تقريبا 0.25 نقطة. إذا أخذت الميزان من تحت، من تحت أو من فوق نفس الشيء. نيجي للحرف الباء. الباء عبارة عن نقطة مروسة زي رقم 1 صغيرة، هي نقطة بتروسها ترويسة تسحب، فهمت علي؟ كأنك مسوي حرف ألف وبتنتيها في ذنبة، عبارة عن نقطة زائد ذنبة، حجمها مقياسها تيجي 3 نقاط من البوص، مايل 0.5 نقطة من الأسفل، طالع عن السطر اللي أنت بتستخدم المسطرة أو أي شيء نقطة. الذنبة النهائية بتيجي أوطى من رأسها بإشي بسيط. يعني بنعيدها كمان مرة بالنسبة للباء فأوضح، عن السطر نقطة، عبارة بدايتها عن نقطة زي رقم 1 بنروسها ترويس خفيف، نهاية عبارة عن ذنبة تبقى فهمت علي أصغر من شوي من الراس، مايلة من الوسط 0.5 نقطة مجورة، حجمها 3 نقاط. حرف الباء. نيجي حرف الدال مثلا، عبارة عن نقطة رقم 1 كأنك بتروسها ترويس، تنزل كأنك مسوي حرف الباء بس عبارة عن نقطتين، الحجم نقطتين مش أكثر من نقطتين، برضو مايل نقطة، الترويسة نقطة، هذا الميزان تبع الدال 1.5 نقطة داخليا. دال. بالنسبة للعين منكرب العين لأنها قريبة على الدال، خط العين، حرف العين، بداية الكلمة قريبة عن الدال، طالع عن السطر عبارة عن نقطة، الراسية عبارة عن نقطة عكسية مع رقم زي رقم 2، ميزانها بالطريقة هاي. نأخذ مع الألف، الألف مع العين، بما أننا إحنا بلشنا في الألف نرجع للألف. إذا بنركبها على حرف العين حجمها 3 نقاط زي ما كلنا شايف علي، ونسوي كمان مرة. في سر صغير في الحرف العين، ان هنا في هاي الزاويه فراغ. تبقى فراغ بسيط جدا، بنركب عليها اخرى الالف، الحروف اللي بتبقى طالعة لفوق العاليه، هذا بالنسبه لايش حرف العين. بيجي حرف العين الاحرف الاسفل مثلا الراء او الدال او الحاء او الميم او اي شيء، ناخذ جزء منها غير متصل طبعا. اي نعم، ومو المتصل برضه، عبارة الراء بشكل موز. هسا ارتفاع العين مع الحرف الأسفل بالنسبة للراء عبارة عن نقطتين. جزاك الله خير أخي زكريا، بارك الله فيك. سلم عليك زكريا عياد، حياك الله، من عمان. أقول لك بارك الله فيك. هيها سحبة واحدة مع هاي،
ميزان حكينا ارتفاعها بيجي نقطتين على الحرف شو اسمه الراء العين، ورا العين بيجي نقطة، في ناس بأخذوا نقطة ونص، ولو حطينا عندك سطر برضو ارتفاعها ارتفاع طبيعي العين الأولاني اللي هو نقطة عبارة عن سطر. بيجي عندنا حرف الكاف بدنا نكربه إليك، لأن احنا سوينا حرف الألف وسوينا حرف الباء عبارة عن ثلاث نقاط، وسوينا حرف الدال. هسا الدال بيخش في الكاف عبارة عن نقطة ونقطتين الأسفلية، من كربة تكريبة لبعض، من رويسة ترويسة، هي زي التاجلها. فبصير عندي حجم الألف ثلاث نقاط من الكلم اللي أنا بستخدمه، الحرف الباء طالع عن السطر ميزان تبعها، والدال هي واضحة، الدال الطبيعية اللي احنا سويناها هنا هيها اجت معنا بنفس الترويسة اللي هان. حياك الله أخي خليل، بارك الله فيك. نيجي لحرف النون. حرف النون قريب على حرف اللا والقاف، شايف علامة الأحرف هاي، عبارة عن نقطة منروس عليها زي رقم واحد صغيرة، ترويسة صغيرة، بناخذ نقطتين ميزانها وبنطلع لفوق، بيبقى نازل عن السطر عن راسية، اشي بسيط جدا، حجمها بيجي نقطتين، طالع عن السطر نقطة، بصير الترويس ساعتها نقطتين هي بالشكل. بنقربها لحرف اللام، إذا سوينا صحن النون وارتفعنا فيه للأعلى ونزلنا له حرف الألف، نلاحظ هنا إن في عندنا حرف الألف عبارة عن ثلاث نقاط زائد الراسية تاعت النون. إخوان المتابعين، إذا في حد عنده أي سؤال يتفضل فيه، جزاكم الله خير. أتمنى يكون الشرح واضح. في عندنا حرف الكاف إحنا أخذناه قبل شوي وقريب على اللام، بس بيجي أي نعم. هسا بداية في الكاف البدائية بيجي حجمها عندنا ثلاث نقاط مع ميال، طبعا ميال زي جميع الخط هذا زاوية 45. بيجي عندي حرف الألف بركب، وممكن أستخدم أنا مثلا عشان أوريك حرف الراء ما حاستخدمناه، عبارة عن شكل موزة بيجي هو، مرات يرتسم رسم بعض الأحيان، بعض الأحيان نرسم رسم إحنا، وبعض الأحيان إذا بكيت متهيئ مظبوط بيجي حرف الراء كامل معك. نعيدها كمان مرة. طبعا مش فرشاية، هي عبارة عن عبوس. القلم عبارة عن بوس مبري. خش على حرف السين. السين حجم ثلاث نقاط، أنواع السين لها أسنان وفي سين عادية. نخذ الحرف اللي النون اللي قبل شوي سويناه، مسافة النون، النون هي الصحن تبع السين، تبع السين نعم، وبيجي ارتفاع نقطة نقطتين على الخط عن السطر اللي احنا بنستخدمه أو الشيء المسطر. هنا بيستخدم الورق هذا مصقول مالس عشان يسحب معنا البوص، عشان هيك شيء منه مسطر. نيجي لحرف القاف قريب من حرف النون، عبارة عن حرف نون، سمكنا احنا ميزان الحرف النون بيجي أوطى حرف الأخير وميزانه معروف هيها، من الداخل نقطتين، من لابسة فهمت عبارة عن نقصة، من لف الكلم عليها لف البوص تيجي معنا رصيتها بالشكل. وبالنسبة للنقاط طبعت القاف في لها طريقتين، طريقة يوم نحط الذنبة إلها بتيجي واطي بالشكل هذا، أو بنحط لها فهمت علي نقطتين خط الرقع فيش نقط فردية بتيجي مجوز بالطريقة هاي. هذا هو الخط الرقعي. هذا بالنسبة للخط الرقعي، طبعا وسيع المجال تبع كل الأحرف اشتار، بدناش ناخذ من وقت كثير، بدنا نسوي لنا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بالخط الرقعي على أشكال معينة. يعمل لنا خطت لنا لوحة. في ألف تيجي في الخطوط لما نسوي لوحات نقدر نلعب فيها زي ما بدنا، ممكن فهمت علي ألف تيجي دغرية على ميزان الخط الثلاث نقاط، وممكن تيجي بأشكال فنية أخرى، يعني راح نستخدم أشكال ثانية.
هذا بسموه للفري هاند، يعني انت حر تشتغل زي ما بدك. اخذنا حرف الهاء قبل شوي لاشكال ما اخذناش شيء، بس نحطها نضيفها لل هسه بنستخدم الالف الثانيه بشكل ثاني. برضو النون ممكن أسوي نقطة فردية وممكن أسوي لها نقطة لحال حسب، أو مع الذنب يعني. أي نعم. طيب هالحين الرحمن في إشارة الألف، الألف أيوة، أيوة هذا قصدي يعني على أساس الدلالة، لأن ما في ألف، الألف مخفية. خلينا كورس بالجامعة. والله. مع عزة، تعرف عزة؟ العزة. طب شو؟ بعرف. لفة. نقدر نسوي له أشكال معينة هي. لفة شوية. حتى وبيع. هاي نبض من الخط الرقعي هاي. الله يحييك. الله يحييك. الله يسلمك. مبارك فيك. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. وإذا بسعفنا الوقت ممكن نأخذ خط ثاني قبل، لأن أنا مسافر إن شاء الله بعد بكرة. أهلا وسهلا فيك. لعمان ومن ثم لأمريكا. وإذا ما سعفناش الوقت الوعد الزيارة القادمة، أهلا وسهلا، لما نرجع إن شاء الله راح أجي عليك ونعمل كذا درس، أهلا وسهلا، كذا خط بإذن الله. أهلا وسهلا. وضيوفنا برضو حياكم الله جميعا. الله يحييك. هاي بعض اللوحات، بعض اللوحات اللي رسمهم الأخ باسل، طبعا هو خطاط معروف على مستوى سلواد، على مستوى سلواد وعلى مستوى المنطقة الشرقية وحتى منطقة رام الله، وطبعا مشهور في عمل اللوحات. والآن نستودعكم الله، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى، ربما يكون الفيديو الثاني من عمان، طبعا بعد بكرة إن شاء الله متوجه لعمان، وسنكون على تواصل معكم حتى من كولومبوس بإذن واحد أحد. وإلى اللقاء، مع تحيات أبو مهند والإخوان الموجودين جميعا، وتحيات ربوع سلواد بيت النعم. أهلا وسهلا فيكم.